السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اصدقائي، اول شيء اثبات السحب من داخل الموقع 18 شهر انا طلبت السحب. هاي محفظه الباير 30 سنت كومبليت. تم الدفع كان اول شيء بوضع البندنج، خلال 24 ساعه من طلب السحب كان الدفع داخل محفظه الباير. اذا دخلت لمحفظه الباير طبعا بشاهد الدفع، شايفين اصدقائي 0.29 سنت اخذ يعني الباير ضريبتنا الواحد سنت تقريبا. 18 جولاي 2022 هذا هو الموقع فينجر كليكس، هذا هو الموقع المميز من اسهل المواقع وابسطها، ما في اي شروط لحددنا للسحب منه، بسيط جدا حوالي ربع دولار فقط على محفظة الباير. طبعا اصدقائي بعد ما شفنا اثبات السحب ننتقل لتفاصيل هذا الموقع. اول شيء بسم الله نبدا التسجيل بهذا الموقع، جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك تسجيل راح تلاقيه بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشر لما بستخدم اي روابط مختصرة، هذا اللينك بيعطيك على المدونة الخاصة فيه، المدونة الخاصة فيه في لينك مباشرة. ضغطتين أخي الكريم بفتح معك أي صفحة. نحكي شوي عن إحصائيات الموقع. الموقع فيه تقريبا حوالي 60,000 دافع، 31,000 دولار، وهذا شيء كثير كويس بدل على قوة هذا الموقع واستمراريته. نحن بدنا نسجل، بنروح على كلمة ريجستر ناو اللي هون، أو ريجستر من هون نفس الشيء، وبنضغط عليها. طبعا أصدقائي بيقول لك الموقع حط هون الاسم بالكامل، اسم مستخدم هذا بيلزمك لتسجيل دخول، إيميلك يفضل يكون جيميل، بتعيد إيميلك، باسورد خلي أرقام رموز حروف باللغة الإنجليزية، بنعيد الباسورد بنحل الكباتشا بشكل صحيح. هم مطلب منا احرف كبيره بنحط احرف كبيره، احرف صغيره بنحط احرف صغيره، ارقام بنحط ارقام. طبعا بنوافق على الشروط. كلمه ريجستر بيقول صار لنا حساب. الموقع بعث لنا رساله تاكيد على البريد ان احنا سجلنا فيه، ممكن نلاقي هي الرساله بالبريد العشوائي او الغير مرغوب فيه. اضغط على اللينك الموجود فيها بتفعل حسابنا وبصير جاهز للربح من هذا الموقع. لا تنسى تاكد ايميلك، لازم تاكد ايميلك لحتى تقدر تكسب من الموقع بشكل طبيعي. طبعا انا مأكد حسابي، بروح على لوجن، اسم مستخدم، باسورد طبعا بحط هون اصدقائي، طبعا هدول الكباتشا بشكل صحيح. بعدها لوجن، بنتظر ليكتمل. طبعا اصدقائي هي واجهه الموقع من الداخل. نحن بنجمع سنتات الدولار وبنسحبهم على محفظه الباير، كما فينا نسحب على الفوشيت باي بالعملات الرقميه، كمان حدود السحب بسيطه. انا كيف بدي بلش اشتغل داخل هذا الموقع لحتى اكسب؟ في عندي طرق الربح المتاحه من كلمه ايرماني، بضغط عليها. شايفين اصدقائي بيظهر لي هدول الطرق الأساسية إضافة للعروض اللي هي الأوفر وول. طبعا عنا استطلاعات رأي، عنا مشاهدة فيديوهات، عنا كويز اللي هي أسئلة بتجاوب عليها بتكسب منها، في عنا كمان فيو أدفرتايزمنت أو مشاهدة الإعلانات، أنا بحبها داخل هاي النوعية من المواقع بضغط عليها. أحيانا كمان بيطلع لي استطلاعات رأي، شايفين أصدقائي هذا الاستطلاع الرأي ب 3 سنت، إذا طلع لك العداد جنبه يفترض يكون متاح ببلدك، طبعا إذا ضغطت عليه ممكن أكسب. طبعا بياخذ معي 5 دقائق أو 10 دقائق لحتى أدي المطلوب من هذا الاستطلاع. تمام أخي الكريم، بالنسبة للإعلانات بنزل لتحت، هذا الإعلان بهي القيم، هذا الإعلان بهي القيم، كلها قيم صغيرة مانا كبيرة، لكن هو شيء ثانوي ممكن تكسب منه. مثلا ضغطنا على الإعلان هيك، بعدها كمان كليك تو واتش، بنتظر هذا الخط لحتى ينتهي. طبعا انتهى أصدقائي، هيك كسبنا قيمة هذا الإعلان، صار يسكر. التابع بقية الإعلانات بكسب منها. في عنا كمان مثل ما الأصدقائي عنا من كلمة earn، في عنا كمان flip coin ما كتير بتلزمنا، bonus game بضغط عليها. طبعا بنزل لتحت. تمام أصدقائي، click to win معي مرة كل 5 دقايق. طبعا فتحت معي صفحة إعلانية، شايفين أصدقائي هذا الخط بنتظر حتى يكتمل. اكتمل، أخذت. شايفين أصدقائي هي القيمة 100 دولار، شيء بسيط لكن شيء سهل ويعتبر على نوع ما من الصنابير. تمام اصدقائي، بعد 300 او 5 دقائق فيني ارجع طالب من هذا الصنبور او هذا الاعلان. في عندنا كمان هون العروض اوفر وول، عندنا كل العروض الاساسيه ممكن تخطر ببالك، سي بي اكس سيرش، لوتا بلاي، مونوليكس، اوفر سي، اوفر فور اول، واوفر تورو. طبعا اصدقائي هاي العروض نحن بنشتغل عليها على اغلبيه المواقع المشابهه لهذا المبدا. فيك تستخدم هذا الموقع مثل ما قلنا لحد ادنى للسحب انه بسيط، ما في اي شروط، ما في كاش اوت بوينت، بيدفع مثلا عندك على الباير، بيدفع كمان على الفوشيت باي بالعملات الرقميه، ممكن تكسب منه شيء كثير منيح. بالمونوليكس ممكن تلاقي عروض بدولار واثنين وثلاثه، لكن بحاجه لشويه عمل. كمان بالنسبه للسيبكس سيرتش هي استطلاعات الراي الاهم على كوكب الارض، لكن غير متاحه في بعض البلدان العربيه، وبعتقد هي اكثر شيء متاحه في اوروبا والدول الغربيه. اما العروض البسيطه مثل اوفر وول ممكن تلاقيها متاحه بكل الدنيا، لكن يعني الربح منها ما كثير عالي. فينا نجرب نفوت عليها. طبعا اصدقائي فتح معي العروض الاعلانيه، هي عروض بسيطه ما كتير تربح منها بشكل كتير كويس، لكن ممكن تشوفها وتكسب منها. وكمان فتح معي هون استطلاع راي ب 5 سنت مثل ما كانوا ملاحظين، ما نسي ابدا. في عندنا كمان ممكن لاقي كويز اكسب منهم طبعا مقابل الاسئله اللي بقدمها المتوفره بهي النوعيه من العروض. في عندنا كمان اصدقائي شغلات ثانيه، فينا نروح على ماي اكونت مشان نشاهد رابط الاحاله. من كلمه بانر روح على بانر بضغط عليها،
طبعا هذا رابط الإيحاء الخاص فيه، أنا باخذه كوبي وبزور الأصدقاء لأستفاد من الموقع بشكل أفضل. وأنت أخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعية من المواقع. في عندنا كمان هدول البنرات ممكن نحطهم بالمواقع والمدونات الخاصة فينا لحتى نكسب من هاي النوعية من المواقع بشكل أفضل، أو نجذب الأصدقاء لهاي النوعية من المواقع. طبعا أصدقائي أنا قدمت إثبات سحب ببداية هذا الفيديو، لكن الطريقة على الشكل التالي. أول شيء بروح على Personal Setting مشان نضيف المحافظ الخاصة فيه، بنزل لتحت. بالنسبة للباير بحط الأكونت NO، فوشيت باي بحط الإيميل، بنزل لتحت بحط الباسورد الخاصة فيه داخل هذا الموقع، بعمل سيف، بعدين بوصل الأصدقاء إلى الحد الأدنى للسحب اللي قلنا هو الربع دولار فقط لا غير، تمام؟ بعدها بروح على ويزدرو وبسحب على الباير أو على الفوشيت باي، والسحب بيتم خلال 24 ساعة بشكل اعتيادي من طلب من هذا الموقع. في النهاية لا تنسوا إخواني إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.